ثمة لحظات في حياة الشعب، أي شعب يختلط فيها الحابل بالنابل، يتكثف فيها الضباب، وتمسي الرؤية متعثرة وتسود الإشاعة، فتفسد العلاقات بين الناس وتستوطن الأمراض الاجتماعية. البيئة الخصبة للإشاعة بدنا نقول هي الجماهير التي لا تملك الحصانة الفكرية، لا تملك الوعي والنضج الكافي، الجماهير غير المنتجة. قانون الإشاعة، تنتشر الإشاعة في المجتمع كلما كان الشخص مهم وهناك غموض. عندما يكون عندنا أحوال اقتصادية وسياسية واجتماعية فيها غموض. ما هي الإشاعة؟ وهل بالإمكان تفكيك رموزها ومواجهتها؟ سؤال ملتبس يحتاج منا الكثير من الحيطة والحرص وإنعاما للنظر بالأشياء والأشخاص وإعمالا للفكر لتخليص الناس من براثن الإشاعات وأثارها الكارثية. الإشاعة طبعا سهل عملها. ليه؟ لأنه يعني هي تأخذ أنت حقيقة أو تنتين، بتغير في هذه الحقائق، بتعدل فيها، وبتضيف عليها الرسالة اللي أنت بدك إياها. مهم جدا إذن تدريب المواطن، تثقيف المواطن والمؤسسات، أنه دائما أطلبوا الأدلة. كيف نقاوم الإشاعة؟ إذن الإشاعة هي معلومات لا أساس منها لها من الصحة، تنتشر في المجتمع ولا يمكن إيقافها إلا بمعرفة المصدر. السرعة في الرد على الإشاعة، وهذه مشكلة الدول العربية خاصة في الأردن، ما بردوا على الإشاعة بسرعة. لو كل دولة أو مؤسسة نشرت المعلومات الصحيحة لما انطلقت حولها إشاعات. عادة عندما نرد على الإشاعة يجب أن لا نكرر محتوى الإشاعة لأنه تولد إشاعات أخرى. الإعلام بأدواته المختلفة بيئة خصبة لنشر الإشاعات وترويجها بالسرعة المطلوبة، وهو ما تمارسه بعض هذه الأدوات بعلم حين بحجة السبق الصحفي ومن دونه أحيانا أخرى كثيرة. جديات العمل الصحفي، يعني أي صحفي يجب قبل أن ينشر أي موضوع يجب أن تكون يعني عنده دقة في معلومات، يجب أيضا أن يوفر هذه المعلومة لوسائل الإعلام حتى لا تستند إلى معلومات غير دقيقة وغير صحيحة. قانون ضمان حق الحصول على المعلومة لنا ملاحظات كثيرة عليه، وأعتقد أنه بحاجة إلى مراجعة شاملة حتى يكون فعلا قانون حق الحصول على المعلومة، وينص صراحة على معاقبة ومحاسبة من يمتنع عن إدلاء المعلومات. كانت زمان صحف أسبوعية بتنشر أخبار بدون ما تتأكد من هذا الخبر، الآن المواقع الإخبارية في كثير من هذه المواقع بتنشر الخبر بدون ما تتأكد من صحته أو من مهنية هذا الخبر. حدث عدة أخطاء في مؤسسات أعرف إعلاميا بثوا إشاعات وبعد نشرها في المؤسسات التلفزيونية والإلكترونية كتبين أنه كذب عن الأحوال في سوريا. إذا بثت ثلاث وكالات أنباء المعلومة فيعني أنها صحيحة، إذا تقدم الخبر ذكر مصدر رفيع المستوى معنى هذا الخبر مختلق، هذا الخبر يحمل إشاعة. وسائل التواصل الاجتماعي باتت اليوم أسهل أدوات نشر الإشاعة وتناقلها على نطاق واسع، بل إن الفيسبوك تحديدا أصبح ساحة بارزة لنزاعات شخصية كثيرة ووصلت في حالات عدة إلى احتكاكات وصراعات متفاقمة. إشاعة زادت مع الفيسبوك، هذا اللي صار. بيجيني كثير قضايا شايف كيف، وبطلبهم للحق، وبقعدوا في ناس بيحلف يمين انه ما طلعت من عنده، وفي ناس بيجيب اثبات وبثبت، وفي النهاية احنا بنصلحهم مع بعضهم ونقولهم مع السلامة. وهذا الفيسبوك يعني للجبنة. الشائعة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، الأخبار الخاطئة لها تأثير كبير بالمجتمع، يعني بنشاهد في كثير بتصير مشاكل. الإشاعات تتسلل إلى أركان المجتمع، تفكك مفرداته فيصبح هشا سهل الاختراق ومن ثم السيطرة عليه أو تفكيكه وإعادة تركيبه وفقا لمصالح الآخرين. كثير حالات صارت من وراء الإشاعات، فلان بيذبح بنته من وراء الإشاعة، فلان بطخ فلان من وراء الإشاعة، بيرتكب دم، بيرتكب جريمة، بيرتكب حوادث. من الإشاعة التي أرى أنها عبارة عن سلوك عدواني يهدف إلى قتل الروح المعنوية، يهدف إلى إثارة الفوضى، يهدف إلى البلبلة. الطابور الخامس يحارب من خلال بث هذه الإشاعات للتأثير على أفكار والروح المعنوية لدى دولة ما أو مجتمع ما. تشويه صورة هذه الشخصية وبهدف إضعاف نفوذ وتأثير هذه الشخصية.
المعارضة السياسية كمان بتميل انه تستخدم الإشاعة كسلاح سياسي، وهاي الإشاعات بتنتشر بسرعة وبتأثر على السلوك الاستهلاكي للناس. الحروب والأزمات الهدف هو تفتيت وحدة الصف، كذلك تهديد السلم الاجتماعي. مروجو الإشاعات يتسمون بصفات خاصة كالذكاء وامتلاك المعرفة والقدرة على استخدام وسائل الاتصال، لكن ما هي السمات السيكولوجية لمن يتلقف الإشاعة وينشرها من دون علم كاف بمخاطرها؟ إنه الإشاعة سريعة الانتشار زي النار في الهشيم. ليش الناس بتصدق الإشاعات هذه؟ كتير في من الأحيان بيكون الفراغ الفكري، إنه إحنا بنحب نحكي، بنحب نجيب سيرة بعض، بنحب نطعن في بعض. في بعض الأحيان المجتمع مش كتير متجانس من ناحية نفسية. المشكلة مش فقط في من يبث الإشاعة، المشكلة في نقل هذه الإشاعة، هذه النفسية المركبة بطريقة كتير عجيبة، إنه يفكر حاله هذه بتعمل نوع من العنجهية القائمة على الجهل. للإشاعات دور بارز في الحروب، فأحد التقنيات اللازمة لخوض معركة رابحة الحرب النفسية، والإشاعات أداة مهمة في هذه الحرب، فمن يمتلك القدرة على ترويج الإشاعة قد يكون هو المنتصر، والعكس صحيح، والتاريخ يزخر بآلاف الأمثلة في هذا السياق. الإشاعة واحدة من الأدوات اللي مستخدمة في سياق الحرب النفسية اللي ممكن تتوظف سواء عسكرياً ولا مدنياً في مجالات كثيرة الحقيقة. وتاريخياً الإشاعة في النهج العسكري كانت بقصد كسر إرادة العدو والنيل من معنوياته والنيل من صموده. الشأن العسكري هناك ما يسمى بخطة أو أمر عمليات شامل لكل جوانب المعركة اللي يحتمل أن يواجهها من يخوض المعركة، وبالتالي توضع الإشاعات وفقاً للسيناريوهات. المجتمعات المستقرة الناهضة غالباً ما تكون أكثر تحصيناً في مواجهة الإشاعات، لكن ألا يستهدف الناس في الرخاء بالإشاعات كما في حالات عدم الاستقرار؟ وأليس صحيحاً أن الإشاعات قد تتسلل إلى النسيج الاجتماعي أحياناً على شكل نكات أو عبر الدراما أو الأغاني؟ الإشاعات تنتشر وقت الازدهار والرخاء في المجتمعات، وتنتشر وقت الأزمات. الآن انتشر في مجتمعنا صيغة للإشاعة النكتة، النكات في المجتمع الأردني كلها وضمها ماذا؟ وضمها إشاعات. تراثنا مليء بالحظ على مواجهة الإشاعات والتحقق من مصادر المعلومات، ليس ابتداء بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وبحادثة الإفك، وليس انتهاء بما قالته العرب من سعى بالنميمة حذره القريب ومقته الغريب. أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا بمعنى تثبتوا من صحة هذه المعلومة أو دقتها. كل منا يمكن يعرف ويعلم بحادثة الإفك مع ستنا عائشة وعبد الله بن سلول، واللي نزلت فيها آية قرآنية في ذلك الوقت. تثبت أو تبين من مصدر الإشاعة. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كما هو في الأحاديث المكذوبة سموها الإسرائيليات مئات السنوات. مروجو الإشاعات إذا ما تم اكتشاف أمرهم غالبا ما يتعرضون لمقاطعة اجتماعية، ناهيك عما قد يتعرضون له من مساءلات عشائرية وقانونية. واحد يشوف على بنته إشاعة ما يسأل، والله سمع عن بنته إنها كذا كذا يروح يذبحها، شاف كيف يروح يذبحها. بعد مدة يبين إنه والله هذه البنت بريء صليت على النبي، يجوا عند راعي البيت يحكم على هذا الرجل يدفع دية البنت هذه اللي اطلع الإشاعة يدفع ديته. ثمرة العلوم العمل بالمعلوم، قول مأثور من فك أجدادنا يأخذون به، وهو ما ظل يحمي مجتمعاتنا من التفكك. لكن حالة التراخي التي نعيشها وانعدام الوزن النوعي للقيم الاجتماعية خلق بيئة خصبة لانتشار الإشاعة وشيوع ثقافات سلبية أضعفت القدرة على المواجهة والصمود أمام أعداء مبهمين أبرزهم الإشاعات. فهل أعدنا الاعتبار لقيمنا الجميلة وصنعنا لأنفسنا روافع قوية تحمينا من أعداء متربصين؟